الرامي الله يعمر ليه الدار، الله يرحمه ويوسع عليه ضيقة القبور، يا ربي ترحمه يا ربي توسع عليه. انسان طيب 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 اكثر من طيب، يعني انسان اللي ديما كيضحك، ديما يديه في جيبو، كيعاون الناس، كيدير الخير في البلاد ديالهم، يعني رمضان كيدي لهم القوت الدقيق، ايام الحوايج البرد كيطلع الحوايج للجبل. يعني بكل صراحه الله يواليه برحمه الله. وماشي بعيد هذه واحد دوجور قال لي يا حسين خصكم تنقيوا هذاك الجامع اللي عندهم في القهوه، قلت له ان شاء الله ولا اله الا الله محمد رسول الله. الحديث اخويا انا تصدمت في الصباح، جيت نشد القهوه بانت لي القهوه ديال رامي مسدوده، كنمشي الانفاس ديالها ديال المهم القهوه اللي مقابله معها، بحركت ليها القهوه قلت للكارسون قلت ليه مال هذه القهوه ساده ديال رضوان، قال لي ودي راه رضوان مالك ما فراسكش، قلت ليه لا، قال لي راه رضوان مات البارح. وانا نتفاجئ بكل صراحه لان ما عرفتش انا هذا السيد هذا نموت انا وما يموتش هو، لان هذا الانسان هو اللي خاص بحال هاد الناس هما اللي خاصين لهاد الدنيا، اللي كيتعاملوا مع الدرويش وكيعاونوا الدرويش بالخفاء بخفاء، كيقول لك هاك البركه ولكن سترني فضحتني ما نسمحش لك. وهذا الشيء اللي كاين، هاز الارملات هاز كل شيء. كيفاش وقع عليه؟ كاين نتوي في لاكارابيل ديالو، ورانا جيت في ديال القضيه هذه، ويلا وبلي ان كارتو جو كواي زيتي لا دون، هو مع النتواياج ولا غاس وداك الشيء حيت معولين يمشيو، قال لك لا شاص اليوم. فينالمون طرطقات ليه في يديه، دخل ليه هذاك القرطاس للريه ديالو، هادشي اللي كيعاود ليا خو. ما انا ما حضرتش شيء ولكن سمعت، انا ملي سمعتها رانا الان مصدوم. والله يولي برحمه الله، والله يوسع عليه ضيق القبور، والله بغاه مات. اللهم لك الحمد عليها. على كل حال الانسان طيب 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 بزاف، يا ربي توسع عليه ضيق القبور وترحم جميع امه محمد والسلام عليكم. سولار شوز مصمم خصيصا لصحتك، فهو الاول من نوعه الذي يقوم بتدليك القدم اثناء الارتداء، وكذلك العلاج المغناطيسي الذي يمثل احدث العلاجات الصحيه في الوقت الراهن. لقد قمنا باضافه نعل صحي اعتمادا على احد علاجات القدم الشهيره وهي ريفلكسولوجي. سولار شوز حذاء صحي باحتوائه على نعل التدليك وكعب يحتوي على مغناطيس صحي. نعل طبي يمنع تقوس القدم، تصميم يحتوي على ثقب لسهولة الارتداء خاصة لكبار السن، وأيضا لمنع التعرق، لا رائحة كريهة. مقدمة الحذاء بزاوية منفرجة مع نعل مرتفع عن الأرض ذو قطعة واحدة. نعل لتدليك يحتوي على 10 نقاط للتدليك، وكأن هناك 10 أصابع تقوم بتدليك باطن القدم أثناء السير به، وبالتالي تعزيز اللياقة البدنية عن طريق تسريع حركة الدم بالدورة الدموية، فتساعد على تحسين جودة النوم. لا يضغط على القدم، مريح في الاستخدام، بليونة تأخذ نفس شكل القدم. مقدمة الحذاء بزاوية 85 درجة فتريح الأصابع، بالتالي أثناء المشي توفر الجهد والانزلاق، فهي ضد السقوط. حصرياً على موقعنا، هل لديك صفحة وتريد أن تروج لها؟ هل لديك مؤسسة، محل، بضاعة، خدمات، وكالة سياحية أو علامة تجارية وتريد أن تروج لها؟ إعلان، إشهار لسلع، آلات، ماكينات تريد الترويج لها؟ هل لديك دورة تدريبية، ملتقى أو دعوة افتتاح وتريد أن توصلها لأكبر عدد من المهتمين في مجالك؟ فتختار الزمن، المنطقة، المدة التي تناسبك. نحن نقترح عليك خدمة الإعلانات والإشهارات المدروسة، نحن نوفر عليك الجهد وسندرس الاستهداف بدقة لنعطيك أفضل النتائج.